اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. انا اليوم كنستضيف الكوميدي زهير زائر اللي ما شاء الله رجع لنا باغنيه جديده وبارودي كيف ما تعودنا على اعماله الفنيه اللي كنلقاو فيها الفن المزح الجديه. في 5 دقائق ما تقدموك للناس اللي 5 دقائق ولا ما خديتها بوحدي. معنا ومعكم اليوم زهير زائر الكوميدي اللي كلكم كتعرفوه وتبعتوه من خلال اعماله لا على سكتلاتو على التلفازه ولا على قناه باليوتيوب ولا اللي صيغي لك. زهير مرحبا بك. الله يحفظك وترحب بك جنة خويا علاء وتشارك مع الفضيمة ومع الفقديمة وإحنا رولا الدار كيف نقوله دائما. مرحبا بك زهير. أول حاجة اليوم رجعتي بعمل جديد. طبعا كيف أنت كتعيش عشتي بعد الحجر الصحي؟ أنت ترى اللي كنعيش الحجر الصحي خويا الحمد لله خرج بعد مني ترفع علينا الحجر الصحي حسينا شوية بالحرية لأنه كان فريمون كان أنا من الناس اللي كانوا طبقوا الحجر الصحي كما يجب. سديت على راسي مزيان درتي اللايفات كنفوج على الناس في ديورهم ولكن الحمد لله انه تعلمنا دروس كثيره من هذا الحجر الصحي منهم انه خدينا وقتنا الكافي مع والدينا وتعرفنا عليهم مزيان وشفنا جلسنا مع والدينا بزاف ديال الوقت زائد تعلمنا الصبر وعرفنا بان بالنعمه ديال اللي نعم علينا الله اللي هي الحريه وعرفنا بان القيمه ديالها القيمه ديال 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 دي الامن في بلادنا والقيمه ديال الامان في بلادنا وهذا الشيء كامل اللي قلناه كنقولوا الله يخلي بلادنا دائما امنه ومطمئنه ان شاء الله يا ربي. واخا عارف انه انت يا طيله شهر رمضان قبل من رمضان بديتي لي لايف كيفاش عشتي هذه الفتره بان خلق واحد البث نقاش كيفاش عشتي هذه الفتره ديال لي لايف؟ واش غادي نقول لك اخويا علاء لي لايف انا كنت كنواكب احداث يوميه كل مره كنقدر ندير لايف وعلى واحد الموضوع معين ولكن كل مره كنطيح في موضوع جديد اللي كنخلق منه سخريه وكيكون انا دز من الناس اللي كانوا تبارك الله كيطلع عليهم المشاهده كثيره فملي كنت كندير لايف كانوا كيشوفوا اكثر من 100 ألف مشاهد فهاد الحاجه كانت كتنفعني بزاف وطلعت منها لي ريزو سوسيو ديالي منهم الانستغرام ديالي ربحت في الريزو سوسيو ربحت دي فان جداد خلقنا شويه ديال 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 الاحداث اللي دي فيديو اللي بقاو كيتبارطاجاو في الحجر الصحي اكيد. واخا نرجع معاك لي ريزو سوسيو اليوم بزاف ناس شافوا ان نتايا اتجهتي نحو الاشهارات ولي بيب كيفاش كتعامل مع هذه القضيه هذه؟ انا صراحه ما تلاحقش الاشهارات لي بيب هكا ما تلاحقش ليهم 100% فكنحاول ما امكن انا بطبعي كنحشم ملي كيقول لي شي واحد دير لي شي اشهار الواحد لاباج ديالي سيرتو الا كان معرفها وشي واحد اللي قريب مني ما كنحشم نقول ليه لا ولا سيرتو كيشوف واحد شوفه ديال راه خصك تعاوني الا ما عاونتينيش راه شي حاجه بالنسبه ليه هو صافي غيكعا عليك ولا غيقول انا ما نتكبر ولا ما نتواضعش ولا هذا كندير دي ستوري انا ما كنديرش لي بوبليسيتي في لي بوست باش ما كيبقاوش كندير غير دي ستوري باش 24 ساعه صافي كيتنساو كيتحيدوا وهو كيربح وميم طون كنحاولوا ندير معاه زوين وصافي. زهير هاد لي كولابوراسيون اللي كنديرو دابا وهاد الشراكة كولابوراسيون انا درت عليها سكيتش هي فابور بالبرومس واش كتدخلك شوية الفلوس ولا الأزمة؟ هي لي كولابوراسيون على حساب كاين دي كولابوراسيون اللي كتكون فيهم الفلوس كاين دي كولابوراسيون اللي ما كتكونش فيهم الفلوس مثلا تشوف شي شركة كبيرة اللي عندها بيدجي كبيرة ماشي بحال شي واحد مسكين عنده جمعية صغيرة ولا عنده واحد لاباج يلاه بادي كيدير شي حاجة ديال لي برودوي كيبغي يشهرو فانا ما كنظنش انه دي كولابوراسيون خصك غير تعرف فين تحط رجليك وتكون تربح شويه فلوس لانه كيبقى هذا هو المورد الاول والاخير اللي كتقدر تاكل من طرف خبز في هذه الاونه هذه خصوصا في هذه الازمه هذه خصوصا في هذه الازمه هذه لانه دابا حابس علينا المسرح حابس علينا السينما حابس علينا لي زيفينمون 061 مابقاش كتعيط بزاف دونك هذه القضيه هذه خصك تعمي الجوع كيف كنقولوا راه درت عليها سكيتش الجزء اكيد. واخا نرجع معك زهير لاعمالك اللي لقات نجاح كبير اخر اغنيه اللي موضوع ديال الطهاره حدثنا على هذا البخور ديك كيفاش جات ختانتي شفت فرعي شفت مقاص جابو قزر ختني طلع ماشي ولد الناس المشيه كتعقرني. هاد الاغنيه عندي عزيزه بزاف ومن الاغاني اللي قدام عندي وكنقول هاد الشهر نخرجها الشهر الجاي وبقات كتبت عليها انها تخرج في هذا الشهر هذا وزعما راه قبل من لي باغودي اللي درت بزاف ديال لي باغودي ولكن هذه عندي قديمه وبقيت كنقول
امتى غنخرجها امتى غنخرجها. واحد المره نهضر على موضوع الطهاره اللي هو موضوع كيقيس كاع الدراري وكلنا عشناهم والدريات غيشدوا فينا. دونك انت غتجي من الدراري او مونطو غتعطي الدريات انكو فين فين بغاو يعرف فين كومونتي على الدراري. دونك هادشي اللي لعبت عليه ديما كتحاول تخلق واحد الجدل اللي ماشي باد بوز, كتخلق واحد الحاجه اللي فيها حبكه فيها كتبه. انا هاد الباغودي من بين احسن لي باغودي اللي تصوروا في ليماج طلعوا زوينين لانني راضي عليهم في ليماج. وفي الصوت عطيتهم وقتهم وسجلتهم عند واحد السيد تبارك الله فنان كبير اللي هو امين الهواري, وسجل مع والميكساج خدمهم ليا السيد ايهاب التونسي ولد عبد الرؤوف هو اللي خدم لي الميكساج. والصوره كانت على عدنان قيبان وليد دار لي الاخراج وكريم هديلي. والكوستيم كان عند الواعر والفنان الكبير اللي هو سماح الكوستيم اللي ضرب معايا تمارا بزاف سماح الكوستيم. واخا الفكره عرفت انه انت عندك ذكرى مميزه مع الطهاره ديالك. الطهاره طهارتك. شوف انا واحد القضيه انا طهارتي عقلت عليها كانت في عمري شي 4 سنين وما عرفتش 4 سنين ونص عاقل عليها. وكان العيب اللي نشوف فرياخ وانا راه كانوا كيقولوا لي قبلها انت شوف جري مع الفرخه انت ما تجري قال لك شوف فرياخ قول لي تريح من ديك الهضره وباقي عرفتي الفم باقي ما كيتسقمش. ولكن الحمد لله والشكر لله. كيف الحال بخير هانيا؟ شكرا. اللي فان يتفرجوا دارو جاي من لاباو. الله يحفظك ليا. واخا نرجع معاك شنو وقع في الطهر؟ كيفاش تعاملتي مع ذاك النهار وشنو عقلت عليه؟ الزرور تاعك؟ عقلت عليه هو الزرور. واحد الكلمه قلتها لانه هي الزروره ما عقلتش عليها. اليومين هذا انا غندعي والديا الزروره جمعت شي 14 100 مشات ليا وعقلت لي عقلت عليه وعقلت على واحد خاينه شدني كتفني مزيان كتفت مزيان غوت صافي. المهم كانت بقات هذيك الذكرى غافي بلا ميموار ما عقلتش مزيان. واخا زهير واش كنت تتوقع ان العمل ديالك يطلع طوندونس؟ لا صراحه انا مني لحت من قبل اللعبه باغودي كنت عارف انه غنطلع طوندونس ولكن ما كنتش كنتوقع انه غيطلع في النهار الاول. كنت كنقول النهار الثاني النهار الثالث غيتبارطاج مزيان ولكن النهار الاول طلع. هذه اللي ما كنتش متوقعها لانه عمل زوين ويستاهل طوندونس وكسبت منه بزاف ديال لي كومونتير زوينين وعطاوني بزاف ديال الطاقه ايجابيه الناس اللي تفرجوا فيه. واخا نرجع معاك ل نرجع معايا واحد الحدث مهم اللي هو كنعيشو دابا اكيد هو الوفاة ديال البنت نعيمة. اللي شنو تقولنا بهذه المناسبة هذه وكيفاش تقبلت؟ هذا الشيء جا متزامن مع شوف غنرجع معاك انت دابا انا اللي غنرجع معاك لعدنان داخل اليوم طنجة. هذاك انا بكاني قسما بالله. وهاد نعيمة حتى هي اللي في زاكورة انا تبعت القصه ديالنا مسكينه وتبع شفت داكشي. اخويا هادشي اللي باقي كيطرا في البلاد ديالنا حنا في خطر وليدات الناس في خطر ولا كلشي خايف على وليداتهم. كان خاص نورمالمون يطرا واحد الحدث خاص يكون ردع يرجع الانسان باش ما يبقاش يتكرر. دابا عندنا واش انت مع عقوبه الاعدام؟ تطبيق عقوبه الاعدام؟ انا كنقول ان هاد الناس اللي كيديروا بحال شي خصهم يتعدوش لانه ما خاص الاعدام بيان سور. ملي كتشوف واحد اصاحبي ملي كتشوف واحد كيف غيكون الاحساس ديال بوت موتا ولا بوت البنت ولا راه شوف هادشي ما يمكنش يحسوا به حنايا اكثر ما يحس به ولاد الناس ولاد بوت السيد الاسره القريبه من الضحيه. واخا زهير اعمالك المستقبليه اخويا؟ اعمالي المستقبليه اخويا عندي دي كابسول يلاه غنشرح في التصوير ديالو بوغ لانترنيت لا تيلي انترنت وغندفع حتى للتلفازه ونشوف الى تقبلوا ان شاء الله. ودعي معنا نهار نشوفها ان شاء الله نتعايطوا ونديروا شي لقاء ان شاء الله اكيد بعينك كلشي فيه قبيات وكلشي فيه شي واخا زهير نرسى معاك وشويه نشوفك على السؤال. بزاف الناس قالوا انك تزولتي وما بقيتش مع داركم. لا ما بقيتش هادشي باقي مع دارنا. نهار تزوج غنعرض عليك. ما كاين لا جواز. تعرضت عليك انا؟ لا قول لا. ونهار تعرض عليك قول لي ديك الساعه ونديروا حوار. ياك شكرا. كلمه اخيره للجمهور ديال شوف تيفي وعرفتي كنقرا في الكومنتير والدار بيه والدار بيه. حسب لهم بالبيرسونال ديال الدار بيه. شغنقول لك تحيه كبيره للناس اللي كيتفرجوا فينا في شوف تيفي. شوف تيفي واحد القناه اللي عندي عزيزه وديما كتواكبني انا بعدا ديما كل مره كندير عندنا لقاء بحال الا جمعتي كاع الحوارات اللي سمعها غيبان لك كاين واحد التطور من حوار لحوار. والحمد لله
دائما مواكبنا ودائما مساندنا الشوز دي بي، وتحيه لها كبيره لان عندها واحد التغطيه كبيره للامور الفنيه ولا الرياضيه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه. شكرا، تحياتي لكم كبيره كبيره وراكم عزاز بزاف، وتحياتي للناس اللي كيتفرجوا في اللايف. الحلاق عليكم وغير بكم ما نسواو ولو. إذا مشاهدينا الكرام حتى هنايا ما بقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا مع الكوميدي الجهير دائر وصل النهائي ديالو، تبقاو على خير، نتلاقاو في لايف آخر. السلام عليكم.